عدنان أبو الشامات ممثل سوري ولد عام 1965، عاشق الفن والتمثيل منذ صغره، فعمل جاهدا ليصبح مشهورا. شارك بعدة أعمال تلفزيونية سورية مثل الفوارس والكواسر قبل أن يقرر السفر إلى أوروبا ليحقق الحلم بشكل أوسع، فلم يحالفه الحظ فرجع لسوريا ليشارك في باب الحارة، مطلوب رجال، ما ملكت أيمانكم، والدبور.